شكرا يا فندم. واي فاي فيها فندم في ظهر الكرسي شاشه لعرض افلام وعرض حاجات ترفيهيه، فيها شاشه عامه يا فندم لكل اللي قاعدين في القطر اللي هي موجوده في النص دي. الشاشه دي بتقول النهارده التاريخ كام، درجه الحراره كام، المسافه اللي انت هتقطعها كام، كل معلومات الرحله تبقى موجوده على الشاشه العامه اللي موجوده. ولكن الشاشه دي اللي في ظهر الكرسي دي بتعرض حاجات تسليه وحاجات ترفيهيه. كل كرسي يا فندم في ظهره هنا منظره لتناول الطعام او المشروب زيه زي كرسي الطياره بالظبط. احنا فندم العربيه دي فيها 27 كرسي، منهم زي ما قلت لحضرتك 12 كرسي عائلي. طبعا القطارات يا فندم دي تكنولوجيا عاليه جدا، فاحنا هنشغلها في البدايه بعد اذن حضرتك على القاهره اسكندريه، ثم القاهره الاقصر اسوان، ثم بعد ذلك احنا بنعمل احلال لكل وسائل مواصلاتنا وكل قطاراتنا تبقى من نفس المنظر ده. اتفضل يا فندم. هنا يا فندم مع شباك الطوارئ دايما بنستهلك بنلاقي في منطقه الطوارئ عشان لو حد لا قدر الله في حادث ولا حاجه يكسر الازاز ويخرج، ده احد وسائل الطوارئ. هنا يا فندم بقى حاجه مهمه جدا كمان اللي على شمال سيادتك دي فرمانت الطوارئ، دي فرمانت الخطر. في القطارات العاديه وغير في هواء بيجي الباعه جايين او غيره اي حد عايز يوقف القطر وينزل في المكان اللي هو عايزه يروح شاهد بقى في الطوارئ، يروح القطر واقف يروح نازل ما بين العربيات، العربيات سيادتك عندنا كلها مفتحه بين العربيات، يروح نازل يجري. هنا يا فندم بقى هو مجرد ما هيروح ناحيه الفرمانت اليد دي على طول يا فندم في هنا كاميرا لقطاها. الكاميرا دي في كل عربيه فيها 7 كاميرات، سيادتك هتشوف دلوقتي في غرفه للسيطره والتحكم على القطر كله بالكاميرات، سيادتك هتشوفها دلوقتي. اذا لو اي حد سيادتك حب يعبث في فرمانت الطوارئ على طول مش هيقدر ينزل من هنا وهيتمسك، هيتمسك لان هنا امن يا فندم. سيادتك اتفضل. دي عربيه البوفيه يا فندم اللي سيادتك داخلها دي، ده فن محكم الغلط في سيادتك، مفيش حد هنا حد يقع بين العربيات حد. هنا فندم دي عربيه البوفيه فيها سيادتك 4 كراسي لامن القطار. هنا كان امن القطار بيطلع يقف او يلاقي اي كرسي فاضي يقعد فيه، وكان بقى الناس تقول لك طب احنا بنسيب 4 كراسي للامن 10 8 وما يتحجدوش ودول علينا تمنهم. لا احنا دلوقتي هنا يا سيادتك بقى عندنا خلاص كراسي الامن، هنا 2 كرسي سيادتك لذوي الاحتياجات الخاصه يمين وشمال بياخدوهم. ده رامب يا فندم بيتحط على الباب، مجرد ان في حد من ذوي الاحتياجات الخاصه نازل بينزل مع الرامب ده، بيتحط على الباب عشان حتى ما حدش يشيله، هو يقدر يحرك نفسه بالعجله يقدر ينزل. زي ما في سيادتك في حمام لكل المستخدمين، ده يا فندم حمام لذوي الاحتياجات الخاصه سواء بالخليه اول ما يجي ناحيته او هنا بالباب. الحمام يا فندم طبعا مساحته واسعه جدا تسمح بحركته بالقطار، زائد طبعا سيادتك اليد بتاعته، زائد فيه ليه تليفون، زائد ايضا برضه منطقه غيار الاطفال موجوده فيه. الحمام يا فندم مجهز بكل حاجه ذوي الاحتياجات الخاصه، وده يا فندم ده في كل الوقت كل عربياتنا اللي بنجيبها وفي كل قطاراتنا اللي بنجيبها. حاجه مكتمله. هنا يا فندم غرفه السيطره والتحكم وغرفه الامن، دي سيادتك لها فايدتين. كل عربيه فيها 7 كاميرات جايبه كل حاجه هنا، اي حد بيتنفس في القطر متسجل هنا ومعروف. حاجه ثانيه يا فندم مهمه مش موجوده غير في طرقه، وان شاء الله تكون موجوده في القطار السريع اللي احنا جايبينه من سيمنز ان شاء الله. هنا يا فندم في حساسات بكمبيوتر في كل عربيه تحت العربيه،
اي عطل بيحصل في العربيه بيتسجل هنا على الكمبيوتر. الكمبيوتر زي صندوق اسود يا فندم. العربيه يا فندم هنا قبل ما تروح الورشه غير ان هو صندوق اسود وبرجع له تاني في اي حوادث لا قدر الله. قبل العربيه قبل القطر ما يخش الورشه بتاعته بيكون باعت للورشه على طول واي فاي، باعت للورشه ايه اللي موجود في القطر بحيث ان الورشه تجهز قطع الغيار اللي مطلوبه للقطر قبل ما يخش الورشه.